بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بيت رحمة العالمين. الإثم الكبير والخسارات الفادحة التي تترتب على التخاذل عن صلاة الصبح في جماعة بصفة خاصة وصلاة الجماعة بصفة عامة. للأسف الذي لا يصلي الفجر في جماعة أو الصبح في جماعة يخسر خسارة فادحة جدا جدا لا يعلم مداها إلا يوم القيامة، فضلا عن الإثم الذي سيتحمله. الكلام الذي سأقوله الآن لا يعلمه الكاظم الأعظم من الناس، فأرجو أن تسمعوني بأذن واعية وصاغية. العلماء مجمعون على تقسيم تارك صلاة الصبح في جماعة وتارك صلاة الجماعة. قال عليه الإثم الكبير والخسارة الفادحة، ولكنهم مختلفون في ماهية قبول الصلاة. هل الصلاة مقبولة صحيحة أم لا؟ جمهور العلماء قال الصلاة صحيحة، استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الفذ في جماعة أو في مسجد خير من صلاته في سوقه أو عمله ب 25 درجة أو ب 28 درجة. الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية وغيرهم قالوا لا تصح الصلاة أصلا خارج المسجد وتقع باطلة وعليه الإعادة. والإمام أحمد توصل بين الرأيين وقال: يا أيها الناس لا تجازفوا بصلاتكم، صلوها كلها في المساجد. أي الذي يصلي الصلاة خارج المسجد بدون عذر يجازف بصلاته مجازفة شديدة. للأحاديث الصحيحة التي سأقولها الآن، جاء في صحيح أبي داود: من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال رسول الله: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. خوف شديد، عدو غادر، عدو قاطع طريق، أو مرض، أو مرض عضال، يعني واحد يصيب بشلل رباعي. هذه هي الأعذار المقبولة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولا حبوا. حبوا يعني واحد مريض مش قادر يمشي، يحبي على إيديه ورجليه لغاية ما يوصل يزحف. طيب، حديث آخر صحيح: كان يؤتب الرجل منا يحمل بين الرجلين يتهادى تخط رجله في الأرض حتى يقام في الصف. الرجل يبقى مشلول، يتشال شيل لغاية ما يتحط وهو مشلول في أيام الصحابة رضي الله عنهم. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم كان الذي من تفوته صلاة واحدة في المسجد كان يفتح بيته تعزيه الناس 3 أيام، كان لازم وقعت عليه مصيبة. إذا فاتته صلاتان أصبح منافقا. جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: من كنا نعد المتخلفة عن صلاتين من صلاة الجماعة منافقا بين النفاق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز لعبد الله بن أم مكتوم الصلاة في خارج بيته في بيته، على الرغم من قال رسول الله، والحديث في صحيح مسلم: أنا شاسع الدار وعميت بصري ومعي غلام لا يلائمني، أتجد لي رخصة فأنا أصلي في بيتي؟ قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية أخرى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلب النداء. أيضا حديث خطير جدا في البخاري: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم هممت أن أستخلف واحدا ليصلي بالناس، هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أخالف الأقوام فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية أخرى: لولا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفت إلى أقوام فأحرقت عليهم بيوتهم. الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك النساء والأطفال الذين ليس لهم ذنب، أراد أن يضبطهم متلبسين بالصلاة في البيت بدون عذر فيحرق عليهم بيوتهم وهم في البيت، لكن أطفال ونساء ليس لهم ذنب. هذه الخسارة الأولى، عدم قبول الصلاة على رأي الجمهور، على رأي ابن القيم وابن تيمية. وابن القيم وتيمية رأيهم قوي مش ضعيف، لأن يعني مستدلوا على أحاديث كثيرة جدا، وربما يكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث الجمهور. الخسارة الثانية: تخسر النور العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لمصلي الصبح في جماعة. الصبح في جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي هو بمجموع طرقه حديث صحيح: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. في رواية أخرى: بالنور العظيم يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، تنزل إلى صلاة الفجر في الظلام يعطيك الله نورا عظيما، لا تنزل تحرم من النور العظيم الذي يضر. هذا النور تعطاه وأنت على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويضرب على متن جهنم وستمشي عليه عاريا حاف القدمين. والصراط أصعب موقف يوم القيامة، أصعب موقفا يوم القيامة. فالناس على الصراط على 3 أصناف: ناج مرسل أو مار مخدوش أو هاون في نار جهنم. بعض الناس ستعدي كسرعة البرق أو كلام البصر، فهذا ينجو من الكلاليب الموجودة على 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 جانبي الصراط، لأنه كان يواظب على صلاة الصبح في جماعة. الذي ضيع صلاة الصبح في جماعة أو مار مخدوش، مار مخدوش يسير بسرعة أبطأ وأقل فيخمش ويلسع من
من الكلاليب اللي على جانبي الصراط، انت ماشي في جهنم وانت عاري حافي القدمين. الصنف الثالث يقع في جهنم والعياذ بالله. فاختر لنفسك، ستندم اشد الندم وانت على الصراط عندما تحرم النور العظيم الذي هو نور صلاه الفجر على الاخص، ستندم اشد الندم. السيده عائشه تقول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله او تسكون اهليكم يوم القيامه؟ قال: الا في ثلاثه مواقف، عند تطاير الكتب، وعند الميزان، وعند الصراط. اصعب موقف انت تحتاج الى النور على الصراط، وهو نور صلاه الفجر والعشاء، ونور صلاه العشاء والفجر بالذات. ضيعت النور ده حرمت من هذا يبقى يعني لك ان تتخيل بقى. الخساره الثالثه، خساره الثالثه، تخسر اجر حجه تامه. صلاه الصبح في جماعه حجه تامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوء ثم خرج من بيتي لا يخرجه إلا الصلاة كان له كأجر الحاج المحرم، بداية من النفقة التي تدفع ثمن للحاج مرورا بكل مناسك، كل زاد يكون في ميزانك يوم القيامة. تخسر أجر ليلة قيام ليلة بحالها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، أو سيدنا عمر كان يقول: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقيم ليلة كاملة. يعني صلاة الجماعة، صلاة الفجر في جماعة بقيام ليلة بحالها كما قال الرسول. يبقى أنت العشر دقائق بتوع صلاة الفجر في المسجد أفضل من عشر ساعات تقف على قدميك من بعد صلاة المغرب إلى صلاة الصبح لا تفطر عن الصلاة لحظة واحدة. العشر ساعات بتوع صلاة قيام الليل ما يساووش عشر دقائق بتوع صلاة الفجر في الجامع. تخسر أيضا رؤية رب العالمين مرتين في اليوم، وتنزل من الفردوس الأعلى تكون في الدرجات الأدنى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا البدر في السماء لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها فافعلوه. قال العلماء أننا سنرى الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر في الجامع وصلاة العشاء في الجامع. فتحرم من رؤية رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ترى إلا مرة واحدة في الأسبوع فقط اليوم الجمعة، وتحرم من رؤيته مرتين في اليوم، ودي خسارة كبيرة جدا جدا جدا. لأن رؤية رب العالمين في الجنة دي أشرف وأعظم المقامات. لو أن واحدة من الحور عين نزلت إلى الأرض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم، فما بالك بقى بنور الخالق. وتخسر الجمال والنور الذي تأخذه عندما يتجلى عليك وأنت في الفردوس الأعلى. أنت نزلت بقيت في الدرجات الأدنى زي ما هنقول دلوقتي في الحديث الصحيح اللي هنقوله الآن. بقيت في الدرجات الأدنى فحرمت من رؤية رب العالمين وحرمت من الأخذ من هذا النور. لذلك الناس في الدرجات العلى الواحد منهم عندما يتجلى رب العالمين عليهم سيكون كالشمس، سيأخذ من هذا النور يكون كالشمس. يذهب إلى زوجته فتقول: قد ازداد نورا وجمالا وبهاء. تطلب منه أن يواقعها من شدة جماله وبهائه. أما الآخر أقل نورا بكثير جدا. إن أهل الفردوس الأعلى يرون ربهم مرتين كل يوم كما جاء في الحديث، وإن أهل الدرجات الأدنى يرون ربهم مرة كل أسبوع. تخسر جيرة الله، ودي اللي هنقول عليها دلوقتي، اللي هي الفردوس الأعلى، وتكون في الدرجات الأدنى وتحرم رؤية رب العالمين. الحديث صححه الألباني وكثير من العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: أين جيراني؟ فتقول ملائكته: يا رب ومن ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار ومساكت؟ أين عمار ومساكت؟ فتكون في الدرجات الأدنى تحرم من جيرة الله. في الدرجة الأعلى هي أعلى درجات الجنة، هم جيران الله سبحانه وتعالى، ليس فقط شيء إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تحرم من لست في ذمه الله. جاء في صحيح مسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فقال العلماء على أصول الإمام مسلم: الذي لا يصلي الصبح في جماعة فهو ليس في ذمة الله، أي ليس في كنف الله ومعية الله، تكون معرضة بقى لأي مصيبة، حادث قطار، حادث سيارة، تقع في بلوعة، أي شيء. لذلك صلاة الفجر في الجامع في المسجد وأذكار الصباح والمساء هي الحصن الحصين التي يحميك من كثير جدا من المصائب كلها، ومن ذلك كثرة البلاء والمصائب. أخيرا تخسر عطية من أعظم العطايا في الجنة، غير رؤية رب العالمين، خيول ذهبية. هذا الحديث له خمس طرق كلها صحيحة. عن الحسن بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبية مسرقة بالدر والياقوت، لا تبول ولا تقوط خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاؤون. فيقول أهل الدرجات الأدنى: يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطينا. فيقول رب العالمين: إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. الذي لا يصلي في الثلث الأخير من الليل ولا يقسم من الصيام نزل، فيقول الذين هم أدنى منهم درجة: يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطينا. فيقول رب العالمين: إنهم كانوا، وابتدى رب العالمين يعيرهم
انهم كانوا يصلون بالليل كتر. طب الذي اذا كان الذي لا يصلي في الثلث الاخير من الليل او في الليل ليس يحرم وينزل الى الدرجه الادنى، فما بالك بقى بالذي ضيع صلاه الفجر في المسجد؟ مصيبه كبيره جدا. ايها اشد اثما واكثر صعوبه؟ ما هو اللي هيصلي في الثلث الاخير من الليل اكيد هينزل يصلي الفجر في الجامع. خسرت، خسرت خيول ذهبيه مسرجه بالدور تطير بسرعه البرق او ربما اقصى، اشبه بالبراق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرج به الى سدره المنتهى، واعظم بكثير من بساط الريح الذي كان سليمان يطير به فوق ملكه. لله المثل الاعلى، واحد عنده طياره خاصه واحد ماشي على رجليه. دي بعض الخسارات الفادحه التي يخسرها تارك صلاه الصبح في جماعه. فيا ريت تتقي الله سبحانه وتعالى، يعني اتقي الله، تقل الله، تقل الله، وصلوا الصبح في جماعه. والا ستندمون، ستندمون اشد الندم يوم القيامه، ستبكون دما يوم القيامه. انا اللهم بلغت اللهم فشهد، انا هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو، هكتب لكم رقم الفتوى وراي العلماء، ويا ريت تنسخوا هذا الكلام وتنشروه على مواقع التواصل، لان نشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، ومن علم علما فان له اجر من عمل به يوم القيامه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.